دارفور. التمرد ده كله ضد منه؟ ضدك. في واحد شمالي متكنكش في السلطة ما قدر يفك السلطة، عشان كده والله ما هتنجحوا. حس المعارك الدائرة في الخرطوم ده ليه؟ انت عارف المعارك ما قدرت تتحسم، لانه كل اهل الحامش وما تقدر تقتلهم، السلاح في يدهم، هم جيش. لو دار تصفيم طوالي ينقلبوا فوقك ما بيرحموك. فانت لو دار تحل المشكله دي يا جماعه، قلنا جيبوا واحد نوباو من الجيش، لا في شمال يحكم ولا في قرباوي يحكم في الفتره دي بالذات. عبد العزيز هيلو ده دار يدب منه يا عبد العزيز هيلو، تعال يا زول خش جوا، خش جوا يا زول عبد الواحد، تعال خش جوا. بعد اي زول يربط بدلته وكرافتته يطرح مشروع للناس. لكن انت ما ممكن تجي تقول لي دار تحارب عبد العزيز هيلو، انت كشمالي دار تحارب عبد العزيز هيلو، انا بقيف معك؟ انت ما بقيف معك. ليه دار تضرب عبد العزيز هيلو؟ ما تضربه. مش المشكله شنو؟ سوداني اكثر منك واكثر مني انا ذاتي. دار النوبه دار سودانيين اكثر مني واكثر مني انا. تضربه ليه؟ اكل حقك؟ السودان ده حق ابوك؟ حق امك؟ موضوع بسيط. كنكشه بتاعت شماليين في السلطه ضربت بالكنكشه دي، جندوا الجنجويد ضدنا هنا. في النهايه انقلب السهر على الساهر. انقلب السهر على الساهر، جوكم فيه كوريداركم، طردوكم، قتلوكم، نهبوا حقكم. ده ليه ذاته الحكومه جندت الجنجويد؟ ما ده سؤال ذاته، ليه؟ لمو؟ لان نحن ما انتوا كنتوا مسلمين، نحن والله حسي انا مش اديتكم هدنه 3 يوم، لكن طوالي اتذكرت حكيت راسي بانه الايد جاي. العيد ده ما فيه مشاكل، نشاكل بعد العيد. العيد ده يا جماعه الهدنه ذاته ونحن قفلنا بابا، ليه؟ لانه الدنيا عيد. نحن ناس مسلمين، الدنيا عيد. العيد ده ما بنشاكل فيه، النشاكل بعد العيد. تمام؟ ما ممكن والله العظيم. وعبد العزيز الهيلو استغل الظروف بتاع انت كشمالي زه من الهجوم. فكوا اطلع منه. وما في دارفور يمسك سلطه، وما في شرقاوي يمسك سلطه، وما في شمالي يمسك سلطه. محل البرهان ده خدتوا لنا واحد من الجيش ده، وليد عجبنا. صوتوا كلكم اكتبوا وليد عجبنا. المشكله انتهى. المشكله شنو زاد؟ ده الموضوع كله. تفتكر انك انت تقدر تضرب عبد العزيز هيلو يعني كجيش، يعني كجيش كده مثلا، يعني نخليك يعني مثلا كجيش كده يعني نخليك؟ عم نخليك. واي زول، شوف اي زول داير يستثمر في انه انا خطابي واضح. شوف البرنامج بتاع تحليل ده انا بقوله تاني، بكرره كلامي اللي انا قلته امس وامس ده بكرره تاني. لكن ما بتقدر تستثمر فيه. ده كسر يا زول، انت بهم في مخك ولا شنو؟ وما بقيت مع اي حركه مسلحه، واي حركه مسلحه داير يتامر مع الجنجويد من دارفور. انا بفتح البوابه عشان اهلي ما يموتوا. انا ما ممكن كمواطن يكون عندي بندقيه احمي الحدود والجيش ما قدر يقف معي وما قدر يديني ذخيره. يجي بحجه والله الطيران الحركات المسلحه دايرين الطيران يقوم عشان يرفعوا القرار ده للامم المتحده. يا اخي فكك من الطيران. متفيق قالوا متفيق ما يمشي. طيب الدوشكات بتاع التنصيرات دي قالوا طيب ادونا ذخيره ابو. طيب انا احارب لك براي يعني؟ الناس اللي قاعدين في الاتحاد الاوروبي في امريكا يدفعوا قروش عشان يمشي يسد لك البوابه الخلفيه واهلنا يموتوا والجثث مجدده في الوطن؟ لا ما منطق بقول كده. ما في هوي يا جماعه، هوي 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 يا شمالي، هوي هوي. لا اله الا الله. موضوع بتاع عبد العزيز الهيلو ده انا الله يبعده منه. ما تجي تقول لنا استغل الظروف وبتاع. ما حسي ده المعادله في الخرطوم ده لو دارنا يتغير حسي بيتغير. والله العظيم اقسم بالله لو دارنا المعركه دي المعادله دي تتغير حسي يتغير. حسي يتغير. ولا الانصراف يجوط، ولا ابو رحب تجوط، ولا الجزيره، ولا انا حسي ده المعادله دايرنا تتغير في الخرطوم. اي حسي يتغير. شوف الجيش ده هيكون قاعد كده زي ده ما بينتصر. ما بينتصر ليه؟ ما بينتصر لانه في مش قاعد هم ذاته قالوا في طوابير في النص. اي خلاص. طيب الطوابير دي بنلومهم. الطوابير اللي في النص دي بنلومهم. القبائل المنحدره منها الجنجويد ولا الغرابه؟ يشيلوا الضباط بتاع الغرابه الصغار صغار في الجيش ديل والحضر الصولات وكده كده كلهم، ويشيلوا النوبه برا. مشكله بينقلبوا فيه كت كلهم، شلتهم كلهم بيشيلوا سلاح بدقوه، واولادهم الباقيين بينسحبوا. ما حلت مشكله. اذا الناس دي كلها استخبارات.
ضدك انت كشمال المكنكش في السلطه. موضوع واضح جدا، ما دار النقاش ولا دار الاثنين ثلاثه. المعادله، تغيير بتاع المعادله، النوباوي يجيف معك والغرباوي يجيف معك، وما في زول يكون معرص في النص، وما في زول يكون استخبارات بتاع الجنجويل. على حال واحد سلم وليد عجبنا السلطه، برهان ده شيله برا. لا لا والله احنا برهان ده ما بنشيله برا، والله يقعد كده بس. ايوه اتحمل الجايه، اتحمل الجايه، يتحمل من الخيانات وطعن الظهر، ويتحمل من الجيش ده لما يتحرك تمشيط من حته لحته طوال التلفونات. الجيش ده كده عدده كده تطشيراته كده. انت زمان ده قلت كمين قناصات، ده القناصات ده اسفل شغل بتاع القناصات، والشغل الاستخبارات ده اعفن شغل. ده تقتل الغرابه والنوبه القاعدين في الخرطوم كله، بكره الناس القاعدين في الجيش بينقلبوا فيك. المشكله شنو؟ ليزاته الشمالي ده راكب راس، راكب راس وداري يقتل الناس كده. ليه؟ ليه؟ ليه انت راكب راس؟ الدولة دي حقك كلنا حق، يقول عديل الدولة دي حقتنا نحن. موضوع بسيط، كلكم قاعدين تقول الجنجويل الجنجويل اختصروا كتروا ويو تلبوا في البيوت شعل القروش. اوه والله العظيم الناس ساكنين معنا، ناس عم بدأ ناس كده، الحاج يوسف مع الرصين دخلوا الجنجويل في بيوتهم، سووا لنا وصفوا لهم وفاتوا هناك المعاشين قبضوهم ويا. ده ما بحلك، ما بحلك، بحلك حاجه واحد بس. النوبه لما يشوفوا وليد عجبنا ده بقى رئيس ضيي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 ي
الصومالين ما مختلفين مع النوبة صح هاي نم الموية برد الدارفورين جنوباوي بقول له حبابك ألف جيب لنا جيش ده تعليمات ودي لنا نضيف لنا الجنجبيل انتهى الموضوع حرب انتهى تداول بتاع السلطة لا والله انتوا دارفورين انتوا دارين تحكم ما دارين نحكم الدور النوباوي ما دارين شمال يحكم ما دارين دارفور يحكم الدور الجاي بعد النوباوي دارين يدور لنا شركة اضروبات بريكنا لنا طاقتك يا شيخ شاطر باريو موضوع انتهى انت قول لي يا اخي الجيش ده ونحن ويا يا ويا هاي هو يا زول هوي والناس اللقط هوي هوي الناس الفرحانين انا ما معكم ما تفرح انا اللي حممر كده ثبتنا انه انا عندي ثلاثة لايفات ردمت في ابناء الشمال حكومة على شعبا صح هاي اذا معناته درت لي ود مكة انه والله انت والجلابة اشتروك فجختم لك بيها حبوبتهم في الركوبة معناته انا ثبتت انه هم ما اشتروني صح يا مكة معناته ما اشتروني صح موضوع انتهى الجنجويد انا ضد ليهم الدين وجوز من ابناء دارفور اللي اتصلت لي بالخاص سجلت لكم مكالماتكم جد الدارين تسربوا الجنجويد تدخلوا قرطوم انا ليكم بالمرصاد اكلتوها يا فارات طيب اذا معناته انا ضدكم وضد الجنجويد وما برحم اي دول اللي اشتراني منه طيب ثاني الشيطان الرجيم اللي اشتراني منه الشيطان الرجيم ما الناس اللي بتحمي بيقول لك انت 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 ناشط بتاع الجلابه فجختم بيه حبوبتهم للفراقوبة وبحقي ده حق بدافع عن اهلي وضربت لهم المثل وقلت لهم لو العاصمه كان في الفاشر وانتوا دقوكم في في الشمال ها في اكبر ولا في الخرطوم ولا في الدامر ولا في اي محل ونحن كنا السلطه في يدنا نحن وما جبنا لكم الجيش وخلينا الجنجويد دقوكم والله والله العظيم والله مش تاكلونا ولا تاكلوا لحمنا اكل ده ما حق ده ما شيء طبيعي خريزه بتاع الانسان فرط ها مبسوطين كمان هاي والله انا احنا كلمناك واحمد كسره برجع والله العظيم ارجع لك انت يا موهوم انت يا وهم انت يا طير انت انا ضد انا الجنجويدي ده شفته يعني ما حقد ما لو خش الجنه انا بخش النار انا ادعم الجنجويدي يعني عشان يمشي يستلم البلد تجينوا برا بالحساباتك لكن والله العظيم اقسم بالله العظيم الثلاثة لايفات ده وراني معدن الناس طيب نمشي نشوف المعادن بتاع الناس واضح ولا ما واضح عشان ما في انا جايب لكم الانصراف وجايب لكم الشغل ده كله وجايب لكم التمثيلية شفتها الراجل والرجال الشغل ده كله جاي اول ابو جنيفيت هنا برفعوا لكم اول ابو جنيفيت هنا برفعوا لكم يلا الناس تشير يا جماعة تعمل شير بقدر ما تقدر فعرات الليلة ندق ودق وليد عجبنا اكتب يا زول المشكلة كله وليد ما عجبنا استلم الموضوع انتهى ما
قادرين شمال يحكم ولا دارفور يحكم ولا شرق السودان يحكم. موضوع انتهى خلاص. عبد العزيز خذ السلاح تعال جوا كم خذ انتهى. هجتك شنو ثاني؟ ما عندك هجة. موضوع انتهى خلاص انتهى. لكن الله عبد العزيز حلو متمرد متمرد. طيب.